في حالة استنفار بصورة أو بأخرى مع قرب التواريخ كمان. التواريخ وحستتلالى بهذا. الأجهزة الأمنية لها دور، لكن في مشكلة إنه العملية السياسية والقوى السياسية عليها دور. إحنا قاعدين بنتكلم يا جماعة في خيارات أمنية. الدولة في حالة التحول السياسي والديمقراطي، أنا كأستاذ سياسة أقول لحضرتك في فراغ في الدولة، في لابد أن يملأ بقوة سياسية، لابد أن يكون لها دور. هتقول لي يملأ إزاي بهذا الدور والأحزاب غائبة والأحزاب عجزت عن تقديم مرشح مدني والعملية السياسية مرتبكة ونحن في حل خيارات؟ ما فيش دولة في العالم ما بتتحول تحول ديمقراطي وليبرالي بتدار الأمور بهذه الصورة. في جزء منه أمني، في جزء منه سياسي، وفي جزء منه مرتبط ببناء إجراءات ثقة جديدة في المجتمع. إحنا لا نخترع العجلة يا أستاذ أحمد في هذا. ما إحنا بنقول الدولة، الدولة بكل مؤسساتها وقطاعاتها. أنا مع احترامي أنك توعي المواطن بأنه هناك أعمال إرهابية وفي تنظيم، لكن المجتمع كله الآن في حالة استنفار. أنت لا تعلم وأنا لا أعلم ماذا يحدث بعد قليل في القاهرة، فبالتالي والعواصم الأخرى وما إلى ذلك. الأجهزة الأمنية إحنا عولنا على الأجهزة الأمنية أكثر من اللازم. خلي بال حضرتك في جزء من ده إن كل خياراتنا ورسم مستقبل هذا البلد أصبح في يد الأيه الأمن، وهذا سواء جيش أو شرطة الحقيقة الأمن. فأنت أرهقت الأجهزة الأمنية وشهادة حق لهؤلاء سواء جهاز الجيش أو الشرطة، وأصبحت كل الحلول السياسية في حالة في هذه الصورة. تفكيري أنا إن مصر مستهدفة، ما أنا وحضرتك أتعلم إنه مصر مستهدفة. هتقول لي شرق أوسط جديد قديم، ما أنا نعلمه منذ كانت كونداليزا رئيس وطرحت الفوضى الخلاقة وما إلى ذلك. هتقول لي مخططات تقسيم مصر، وأحدثك عن ألوف بين في مخططات تقسيم ولويس برنارد وكيف قسموا مصر لست سبع ولايات وتقسيمات هنا وهناك ومصر آخر درة التاج في تقسيماتهم. كل هذا كلام نحن نعلمه جيدا. القضية ماذا بعد؟ كيف سنتعامل مع هذا؟ القضية محتاجة في وأنت بتحلل المشهد من أعلى مرتبطين بأمري. الحل الأمني إلى متى سيستمر بهذه الصورة؟ الجماعة الإرهابية لن تنحني للعاصفة، ستستمر في حالة التصعيد، وهذا ما يجب أن ندي فيه حالة تأهب للمجتمع بكل ما فيه أن الجماعة لن تنصاع لقرارات سياسية أو سيادية، ومن العبث أن نطرح هذا الآن. طب الحل إيه مع هذه الجماعة؟ أنت أعلنت الجماعة كجماعة إرهابية. ما الذي اتخذته الحكومة، حكومة الببلاوي ثم حكومة المهندس محلب في تنفيذ هذا على أرض الواقع؟ هو ده السؤال. أجيبك على إذا كانت السعودية وإذا كانت الإمارات وإذا كانت البحرين وغيرها قادمون أعلنوا أنها جماعة إرهابية، حتى هذه اللحظة الإجراءات الفعلية لم تحدث على أرض الواقع، لم تترجم، لأن القرار قرار سياسي. ما سألتش حضرتك ليه أن الإخوان المسلمين في أمريكا لغاية دلوقتي ما اعتبروهاش حركة إرهابية؟ ليه لغايه النهارده؟ ولا عشان دعم سياسي؟ ولا يعتبروها؟ لا، هم قالوا انه ما حدش طلب مننا اعتبرها جماعه ارهابيه. لا، هي مش قضيه طلب، لانه يعني في النهايه هقول لحضرتك في جزء من ده هي لعبه سياسيه، لانه الولايات المتحده الامريكيه مع من تتحدث؟ انت تعلم انه كان هي اللي اخرجت المارد، وفي النهايه هي ليست بهذه الصوره. النهارده الولايات المتحده الامريكيه بتتكلم في مصالحها يا استاذ احمد بصوره باخرى، يجب ان نعترف بهذا. القضيه انه مصر تستطيع ان تتعامل مع المستجدات دي ازاي؟ لابد أن تفعل قرار تحول الجماعة من جماعة موجودة إلى جماعة إرهابية بالفعل. ما تقوليش إنه في قرار سياسي صدر من حكومة البلاوي يجب أن يفعل. هناك آليات كثيرة للتعامل معها مع هذا. طيب خلينا نقف عند الآليات. تجفف منابع هنرجع لحضرتك في نفس النقطة تانية دكتور طارق، لكن عايزة تعليق من حضرتك بوصفك طبعا الخبير الأمني ووضع العديد من الخطط الاستراتيجية في التعامل مع مثل هذه. هو برضو في ذات السياق برضو اللي احنا عايزين نقوله إن هذه الجماعة اللي بيحصل دلوقتي، انا مصر برضو على ان انا نفهم الناس، يعني الدكتور يمكن مختلف معايا ان الحاجات دي معروفه ان فيه خطط تقسيم و لكن انا مصر على هذا الموقف ان احنا نفهم الناس الجماعه دي ايه. العلاقه الامن زي ما الدكتور بيقول انا مؤيده في هذا، الامن في علاقه متشابكه بين الامن والسياسه والاقتصاد، يعني انا بضيف للدكتور الاقتصاد. التلاتة دي منظومه ثلاثيه لابد منها. لا يمكن ابدا تحقيق اقتصاد بدون تحقيق امن، ولا يمكن تحقيق امن بدون اقتصاد، ولا يمكن تحقيق سياسه بدون امن. المهم العلاقه متشابكه. يعني حضرتك متفق ان الامن هو اللي في خط المواجهه الاول، ما ينفعش ما فعلا ما فيش غطاء. اللي بيقوله الدكتور برضو ان القرار اللي اتخذه الدكتور البولاوي ده قرار اداري يجوز الطعن عليه. عشان اقننه احطه في القالب القانوني ان انا لازم يكون ايه قرار بقانون من رئيس الجمهورية، وهذا القرار بالقانون من رئيس الجمهورية يستند الى احكام
ضد هذه الجماعات لممارستها أعمال إرهابية، وهي كسر طبعا موجودة ومعروفة، وعليه يخطر الأمم المتحدة ويخطر دول العالم، ده ما حصلش. فلازم أقنن الوضع أصلا، ده لحد ان احنا ما عندناش الجرأة حتى ان نسحب السفير، قلنا ده السفير في اجازه ما قدرناش نقول زي ما يعني حضرتك في الملف الامني يعني من بناء على الكلام اللي قاله الكلام اللي قاله الدكتور طارق انه حتى لو اعتبرت الجماعه الارهابيه لن تخضع لهذا القرار، لن تنحني امام هذا القرار. بس لها اثار في التعامل ستستمر. اما تبقى بص انت، عشان بقول لك على حاجه، انت لو ظبطت واحد من جماعه الاخوان دلوقتي وعرضته على النيابه وقلت له تقدر تتهمه بانه جماعه ارهابيه، انت ما عندكش قانون، وكان يبقى يخلص سبيله. يعني دي كانت خطوه يخلص سبيله. لكن هو المفروض ان انا اللي انا فيه لو مشروع في قرار بقانون من رئيس الجمهوريه باعتبارها، يبقى كل من ينتمي يبقى مخالف للقانون. فانا عايز اقنن الوضع، احنا في دوله قانون، احنا مش بنقول نمارس، ويجب ان احنا بقول لك فعلا لا نعول على الحل الامني وحده، لان دلوقتي مصدرين الجيش والشرطه في المشهد شايلين كل حاجه. المفروض في حلول غير حلول سياسيه وحلول اقتصاديه. يعني بعد 30 يونيو كان المفروض الحكومه اللي هي بدأ، مش الحكومه اللي بيقولوا عليها انتقاليه ومؤقته، لا دي كان المفروض حكومه، ده حكومه تاسيسيه، المفروض كانت عملت مشروع قومي للشباب، تلم الشباب بدل ما بيفرطوا منها، واخد بالك؟ المفروض يبقى في مشروع اقتصادي، مشروع وبعدين في حلول سياسيه، مش بقول حلول تصالح لا، لكن في مناخ سياسي يبقى بالتوائم، لازم يبقى الحل الامني موجود. الامن نفسه محتاج تدعيم، محتاج تدعيم شعبي، محتاج تدعيم مادي، محتاج تدعيم بشري، محتاج لانه دكتور طارق هل تفتكر ممكن تتراجع عن هذا القرار يا دكتور مستقبلا، فكره اعتبار الجماعه جماعه ارهابيه؟ لا حضرتك مش هترجع، الدوله مش هترجع، لكن انا عايز اقارن حضرتك بين السعوديه في قرارها اللي اخذته والاجراءات اللي اخذت 7 اجراءات لتقنين هذا القرار على المستوى الاقليمي والدولي، بدءا من مخاطبه زي ما حضرتك كرمت واشرت الى مخاطبه التنظيم الدولي والمؤسسات الماليه والاقتصاديه لمحاوله بقى تخفيف المنابع للتعامل مع هذه الجماعه. انت النهارده مطالب ان انت داخل على استحقاقات حقيقيه، وبالتالي انت بتخاطب الجامعه العربيه على مطالبه انه يبقى في تفعيل لما يسمى قانون مكافحه الارهاب العربي وما الى ذلك، يبقى في اجراءات على هذا المستوى، وبتفكر في مصر تعمل مجلس للامن الوطني بحيث يبقى على المستوى العربي تفعل اتفاقيات مكافحه الارهاب وما الى ذلك. كل دي امور قد تبدو نظريه، لكن الواقعي النهارده ان انت حضرتك بتتعامل مع جماعه مصممه على ارباك المشهد، هتستمر معك في حاله تصعيد، لابد ان تقابلها باجراءات مباشره واجراءات ليست لها علاقه على مستوى الداخل فقط، انت تحارب على مستوى الاقليم، تحارب على نطاق الدول العربيه وايضا على نطاق المستوى الدولي. وبالتالي ولكن مع الوضع في الاعتبار يعني ظروف وخصوصيه الوضع في مصر، مصر لما خدت هذه الخطوة مقارنة بالسعودية الشارع انضبط في السعودية أكثر كثيرا مما هو حادث الآن في مصر، مع الوضع في الاعتبار أيضا الخصوصية اللي احنا بنمر بها في هذا التوقيت، يعني هذه الإجراءات وهذه الخطوات من قبل المملكة العربية السعودية تلمح انه كانت قرارات حاسمه، لم تلمح شكل من اشكال شوف اعود سيوله او شكل الى الخيارات. دي نفس الاليات اللي حضرتك بتقصدها عندنا يا دكتور انه الاليات يجب ان تكون ليست في استصدار مجموعه قرارات سياسيه، السياسه شيء يا جماعه والقانون حاجه ثانيه. قانون لابد ان يفعل في هذا الاطار، انت اصدرت قرار باعتبارها جماعه لابد كان يفعل بهذا الاجراء. هتقولي لي يصدر في تشريع في لائحه فيما الى ذلك، كان يمكن ان يصدر واعتقد لا يزال الأمر موجود، لكن خليني أقول لحضرتك أحياناً يا أستاذ أحمد السياسة ما بتبقاش مطلوبة في مثل هذه الأمور، سياسة الباب الموارب وأنصاف الحلول وأشباه الخيارات في التعامل مع قضايا تمس الأمن القومي لمصر بصورة أو بأخرى يجب أن تحسم وبصورة حاسمة. خلي بال حضرتك في جزئية يمكن حضرتك مرينا عليها مباشرة، هي القضية أنه أنت مش بتتعامل مع جماعة يمكن أن تهدأ، يعني ما فيش مؤشرات إلى أنه الجماعة يمكن أن تنصاع، يمكن أن تتعامل مع المشهد. هم يبنون ما يسمى المظلومية الجديدة تجاه المجتمع بكل ما فيه في مراحل معينة. أذكر حضرتك كان عندهم مظلومية أولى أيام عبد الناصر والمظلومية الثانية أيام رئيس سادات، ثم الآن المظلومية الجديدة تجاه المجتمع والدولة والنظام. يعني المظلوميات السابقة كانت مع أنظمة، الآن مع الشعب. ليه النهاردة استهداف أجهزة الأمن بهذه الصورة؟ هي القضية ليس لأن الجيش وقف مع الشعب، هي فيها جزء من ده مرتبط بأنهم
استهداف هذا الجيش ليس بهدف إسقاطه، هم تجاوزوا عن هذا وهم يدركون جيدا أن كل مخططاتهم انتهت، لكن محاولة إثبات الذات، عايزين يقولوا للخارج وللمجتمع الدولي أن هذا بلد مرتبك غير قادر على العبور إلى الاستحقاقات السياسية، أنه يمر بأزمة حقيقية وهيكلية وأنه لن تتم التجربة السياسية. هنا هو بيراهن عليه دكتور السياسي، هو بيراهن على حاجتين، الولايات المتحدة الأمريكية بصورة مباشرة، يعني دعك من أشباه الدول والكائنات اللي احنا بنتكلم فيها دي اللي ماشية تحت العباءة يعني دي امور يعني لا يصح ان احنا نضع دولة كبيرة زي مصر في يعني امارة ولا دبي وقطر، يعني ما هي قطر لكن انت لديك مشكلة مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي عليك ان تتجه مباشرة إلى محاولة إقناع العالم بأن ما يجري في هذا البلد هو ثورة حقيقية وما تلام من استحقاقات. طيب في كلمة أخيرة، لأن احنا وقتنا خلص للأسف يا سيادة، اللي وحضرتك متخيل تصعيد العمليات أو تصعيد التظاهرات هيكون إزاي في الفترة القادمة، وبتشوف أن أجهزة الأمن النهاردة نجحت بشكل كبير الحمد لله، وده ده 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 مبشر خير أنه هو فعلا هيتم تقليص هذه العمليات وتنحسر، وهي بتنحسر فعلا، بس أنا يعني اللي في الاخر يعني عايزين نحط خطه او نوعي ايه مطلوب مننا احنا جميعا كمصريين، ان احنا نحافظ اولا على الاصطفاف الوطني بين الجيش والشرطه، ندعم الشرطه انها تدعمها ماديا ومعنويا كلها الظهير دايما، والقضاء ده مطلوب جدا، تكفيف منابع لازم مواجهه الارهاب، تكفيف منابع التمويل ومنابع الارهاب، لازم الاثنين نجففهم وخبال حضرتك. ثالث حاجة بقى لازم نمضي قدما في خريطة التهريب، يعني لازم نسرع التسريع بيها في التسريع بيها، لأن مهمة جدا ده اللي هيخلص هينهي، لأن في أمل طول ما لسه في وقت. رابع حاجة بعد كده لازم يكون في تفعيل لدور الحكومة أكتر من كده، إن هي ما يبقاش التعويل كله على الجيش والشرطة. خامس حاجة أنا عايز أقوله إن إحنا مطلوب من الدولة عموما إن إحنا نظبط الحدود، لأن فعلا حدود مترامية وبيجيلنا أسلحة من ليبيا وبنجيلنا من السودان وفي تهريب وي وي، فكل ده مطلوب مننا، عشان وبعدين المفروض يبقى زي ما بقول ننمي الحس الأمني لدى المواطن المصري إنه يبلغ عن أي شيء غريب يشوفه، أي ساكن جديد يشوفه، اي سياره متروكه يشوفها، لان ده مهم جدا 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 في ان احنا، لان احنا كلنا زي ما قلت في البدايه احنا في حاله حرب، وحرب شرسه ضد الارهاب. نتمنى ان تطول هذه ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا الشكر الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه، وايضا سياده اللواء علاء بازيد مدير مركز الدراسات الامنيه والاستراتيجيه. بعد الفاصل، موضوع لا يقل خطورة وأهمية عن ملف مواجهة الإرهاب، الاعتداء على الأراضي الزراعية، إلى أين وصلنا في هذا الملف من تطور أو تدهور، لأن الدولة في الأيام الأخيرة الماضية اتخذت بعض الخطوات التي تؤشر إلى أنها جادة فعلا في التعامل مع هذا الملف وإزالة أي تعديات حدثت في السنوات الأخيرة على الأراضي الزراعية. ابقوا معنا بعد الفاصل نلتقي. البناء والتعدي على الأراضي الزراعية مشكلة مصرية استمرت عقودا بلا حل، فملايين الفدادين الخصبة راحت ضحية الطمع والجشع بدون عقاب رادع من قبل مؤسسات الدولة. تكاتف وتوحيد جهود كافة الجهات المسؤولة والمواطنين في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية شعار المرحلة القادمة، طبقا لتصريحات وزير الزراعة أيمن فريد أبو حديد، مؤكدا أنه إذا لم يتم التصدي للتعديات فإنه خلال 20 عاما ستتحول مصر إلى كتل خرسانية ولا نجد ما نأكله. وقف النزيف عن طريق ان احنا نزيل باستمرار عن طريق الاجهزة المعنية التعديات الجديدة على الارض الزراعية. الحاجة الثانية ان احنا بندرس كل البدائل الخاصة بما تم بناؤه فعلا واصبح مسكون وكذا، فده هيتم في هل هنصادره، هل هنعمل غرامات مالية رادعة. ففي صحوة لاجهزة الدولة قامت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع الأجهزة الإدارية بحملة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية ومنافع نهر النيل والري والصرف وأملاك الدولة على مدن ومراكز كفر الزيات وبسيون وسمنود. وأسفرت الحملة عن إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية والأوقاف بالمحافظة. هذه الحملة تمثل خطوة على طريق بداية محاربة التعدي على الأراضي الزراعية، حيث أكد وزير الزراعة أن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واجب قومي، وسيتم فرض عقوبات صارمة على المتعدين وإعادة زراعة هذه الأراضي على نفقة المتعدي عليها،
وتغليظ العقوبة على المتعدي، وأنه ليس هناك مجال للتهاون في ذلك الأمر بعد الآن، باعتبار أن الحفاظ على الأراضي الزراعية هو حفاظ على مستقبل مصر. أهلا بكم مجددا، ورحب أيضا بضيفينا الذين انضم إلينا الآن. مهندس سيد عطية، رئيس شؤون المديريات بوزارة الزراعة، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بحضرتك. رحب أيضا بضيفنا الكريم الحاج علي رجب، نائب نقيب الفلاحين، أهلا بك حاج علي. أهلا يا فندم. واضح أنه الحاج علي جاي النهاردة وهو يعني محمل بهموم.